بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أنا عبد المنعم عبد الصاعدي، مشارك في مهرجان طواف الورقان. طبعا من عندي منتج عسل طلح وادي ريم، هنا من منتوج وادي ريم عسل طلح أصلا. هذا هو السعر 700 ريال. لذلك احنا شاركنا بالموجود عندنا، وإن شاء الله المهرجانات الثانية نحسب حسابها، لأن هذا المهرجان أول مهرجان يصير، وإن شاء الله فيما بعد يكون منتوج أكثر. طب اللي حاب يتواصل معاكم من خلال هذا الرقم؟ إيه نعم. في عندكم توصيل؟ في عندكم توصيل ولا ما عندكم توصيل؟ لا والله ما عندنا مشكلة، إذا كان بكميات متوسطة ما عندنا مشكلة. مصدر العسل من فين قلت لي؟ مصدر العسل من وادي ريم، من هنا. من هنا؟ إيه، من نفس وادي ريم. ما شاء الله تبارك. إيه نعم، يعني ما هو لا العسل إنتاجي أنا. إيه نعم، لا تكسب فيه، لا أشتري وبيع، ولا ما إنتاجي أنا العسل هذا. الله يعطيك العافية وشكرا لك. يا هلا مرحبا بك.